مواصله الغلابه ما ينفعش تبقى ب8 جنيه. ازاي اما الناس هتركب اتوبيسات قد كده اصلا مكربسه فوق بعضيها، يبقى ايه الدنيا ماشيه ازاي؟ حتى المترو اصلا بيتاخر ونركب فوق بعض محدش هيركبه. ماشي، ما هو الوسيله مهمه، بس انت لما بتضغط على فقراء وبتضغط على ناس عاديه محدش هيركبه. ومعظم اللي بتركبوا لعلمك الشخصيات اللي هي الناس الضعيفه، الناس الغلبانه، لان في ناس اصلا بيبقى بايعين جوه بتخش تسترزق من الناس اللي جوه، بمعنى اصح يعني جدا جدا ومحدش يقبله اصلا. تبقى على ناس وناس، ناس ممكن تقولك اوكي تدفع 8 وناس لا حرام كتير عليها 8 جنيه. موظفين الحكومه اكتر ناس هيقولك لا لا هيظلم ناس كتير. مش موافق طبعا. الخليه تبقى بجنيه، هتبقى 8 جنيه ليه؟ طبعا صعبه جدا على الشعب المصري. وبعدين اغلب فئات الشعب المصري يعني اللي بيركبوا المترو طبعا، وطبقه كادحه وطبقه متوسطه، ازاي انا اغلي عليهم في تذكره المترو وتبقى 8 جنيه؟ لا طبعا عمره ما هيكون يعني الرقم ده، يعني من جنيه ل 8 جنيه يعني مش معقوله. يعني في ناس بصناعه القرارات يعني لازم تتخذ، تعمل لها دراسه جدوى او لاخره، وبتبص للحراك اللي موجود في قلب الشارع النهارده. ان انا شايف يعني مطالبات الثورات المتتاليه في مصر ما يجيش مره واحده وارفع الاسعار بنسبه 8 جنيه او 7 جنيه او 5 جنيه. هو ممكن يكون بجنيه ونص، ممكن يكون ب 2 جنيه، وحتى لا يكون فوق طاقه محدود الدخل، وخاصه لرفع المعاناه عن محدود الدخل. غالي على الناس قوي طبعا ومش هتنفع قوي. غالي جدا. حضرتك دلوقتي هي بجنيه، ما تبقى 8 جنيه يعني 8 اضعاف. الناس مش هتركبه. الله، الشعب المصري كله في ازمه دلوقتي ومش مستحمل ولا تذكره مترو ولا مستحمل مصاريف اكل ولا شرب ولا مدارس ولا دروس خصوصيه، فالحاجه دي هتيجي تكمل عليه. مش ناقص معاناه والله. لو ب 8 جنيه برضك هنهيجوا شويه، برضك هنعملوا لنا شويه بورتيكا كده وكلام ده، وهترجع تاني وهتبقى 8 جنيه وهندفعوا 8 جنيه خلاص. ما تقدرش تفتح بوقك خلاص. هتفتح بوقك، الاول كنت بتعارض لكن دلوقتي ما تقدرش تفتح بوقك. انا زدت ايه عشان اوصل ل 8 جنيه؟ و8 جنيه تتجاب ايه يعني؟ ليه اغلى من الميكروباص مثلا؟ اذا كان اولا اتاكد مدى مصداقيه هذا الكلام، ويجب الا نجر ورا الاشاعات. لكن اذا ثبت هذا الكلام حقيقي، هذا الوضع غير مقبول اطلاقا في ظل الظروف اللي بتعيش البلد. ما ينفعش احنا نثقل على كاهل الجماهير من جنيه و2 جنيه ل 8 جنيه. يعني ده كلام غير مقبول اطلاقا اذا صح هذا الكلام. لكن اعتقد هذا الكلام ممكن يكون اشاعه او غير صحيح، ان اشاعات كتير قوي من دول. يعني اكيد طبعا ما حدش شارك المترو، يعني مواصلات هتبقى هي الوسيله الوحيده. انت شايف الدنيا زحمه، ما ينفعش طبعا تذكره المترو 8 جنيه.